هنيجي للعجين بقى بتاعنا. وزي ما احنا قلنا احنا هنعجن عجين بالطريقة الإيطالي. معانا كيلو دقيق ومعانا المجين دول كده ومعانا معيار المية. جميل. حلو كده؟ هناخد معانا مجين وميه بالظبط، معلقه كبيره خميره او ثلاث معالق صغيرين كده، مقدار معلقه كبيره يعني خميره. حلو كده؟ خميره دي الخميره الباودر، خميره فوريه. خميره فوريه، الخميره العاديه ماشي، مكعب على قد معلقه خميره بالظبط. هناخد معانا عليه معلقه سكر. معلقة سكر والخميرة. معلقة سكر مع الخميرة بتاعتنا ومية دافية. ماشي. مش سخنة. اه. المية يعني السخنة تبوظ الخميرة صح؟ بالظبط. المية السخنة تفسد الخميرة. فاحنا معانا المية بتاعتنا دافية جدا اهي. فاترة خالص. واحدة واحدة. ولا هي نص يعني؟ نص كوباية؟ نص كوباية، كوباية، المهم احنا بنشغل الخميرة بس. طيب نقلب. احنا المقادير قدامنا على الشاشة، ده عجين البيتزا، دقيق وخميرة وملح وسكر وزيت زيتون. بالظبط. المية نص الدقيق، المية نص الدقيق. بس في ليها طرق تخمير كتير، يعني في تخمير 24 ساعة وفي تخمير 12 ساعة وفي تخمير 8 ساعات وفي ممكن نشتغل بيها على طول. فأنا هقول لكم كل حاجة وليها طريقتها وبتتعمل ازاي. طلعت يا شيف البيتزا اللي هي بتتعمل على النار على طول دي ويغطوها ما كل دي اجتهادات بقول لك، واحنا العجينه بتاعتنا برضو اللي احنا بنشتغل بيها دي بنشتغل بيها حاجات كتير جدا، لان هي عباره عن دقيق وخميره وسكر وملح وزيت زيتون فقط، مفيش حاجه تاني. كويس؟ ماشي. لو انتوا مش هتعرف تقدر الميه بالكوبايه المعياريه بتاعتك، هناخد نص ريت بس، يعني نص كميه الدقيق. يعني بس هنعمل حساب الميه اللي في الخميره، وهنعمل حساب ان احنا هنحط فنجان زيت زيتون. طيب يعني احنا لو هتبقى كيلو مثلا دقيق يبقى عليه كوبايتين ميه؟ يعني لو هو اربع كوبايات كوبايتين. طب ولو هعمل حساب الخميره والزيت كوبايتين الا شويه. اوكي. يعني احنا كده مظبوطين اهو، وعاملين معانا حسابنا بمعيار المج. بمعيار المج ده دول يعملوا خمس مجات. طبعا احنا ناخلينهم ومجهزينهم بيعملوا خمس مجات. ادي واحد. ماشي. اتنين. تلاتة. أربعة. الخامس أهو. هو لازم الدقيق يكون منخول صح؟ آه يفضل. عشان بس يبقى مهوي كده وتبقى الدنيا كويسة. تمام. حلو كده؟ جميل. هنمشي احنا بقى مع بعض واحدة واحدة كده. الخميرة بتاعتنا هي قلبناها وهنسيبها جنبنا هنا. بنحط احنا عارفين طبعا ان الملح بيصد الخميره، فاحنا ما بنحطش الملح مع الخميره، بنضيف الملح مقدار الملح بتاعنا البسيط كده على الدقيق. يعني تقريبا معلقه ملح صغيره. ماشي. معلقه ملح على كيلو او ده حوالي كيلو وربع دقيق بالظبط. كيلو ده كيلو بالظبط. اوكي. ده كيلو دقيق بالظبط. على حسب حجم المج بيعمل، يعني الكيلو بمج معين بيعمل اربع كوبايات. اه. ومج زي اللي معانا ده بيعمل خمس كوبايات كده يعني. بنقلب بس الحاجات اللي معانا الجافه كده لوحدها. على فكره انا بحب اعجن بايدي بس عشان خاطركم هنعجن بالموضوع ده. وبعدين يعني الناس بتعجن بالعجانه بس احنا بنحب برضو نعجن على ايدينا، بتبقى الدنيا يعني ليها مهاره اكتر. هو يعني كل واحد وفي طرق مناسبه ليه، يعني اللي ما عندوش بالزبط ممكن يعجن كده. بالظبط. احنا بنستنى بس دقيقة كده نشوف الخميرة اشتغلت معانا ولا لا. طبعا هي هتشتغل لان انا مجربها، يعني خميرة كويسة نوع كويس يعني. هي احنا بنغطيها يا شيف ولا بنسيبها كده؟ يعني ممكن نغطي الخميرة؟ لا ما انا مش شرط، طالما المية دافية مش شرط يعني. ممكن نغطيها بفنجان او حاجة بتوبس او حاجة يعني، لكن هي اشتغلت معانا ريمت معانا اهي وبتعلى اهي.
هي الفوم بتاعها اهو طالع. ايوه. فخلاص هي اشتغلت معانا، اوكي. نقلب كده، واحنا عايزين بس ايه؟ جميل. ننزل بيها كده وخلاص، احنا مش عايزين منها حاجه. ماشي. دي تقعد بقى حوالي قد ايه يا شيف؟ احنا ممكن نشتغل بيها على طول، بس احنا يفضل ان نسيبها ترتاح شويه وبعدين نسيبها تخمر شويه. ترتاح. الخميرة اللي انا عملتها دي يا جماعه بنحط عليها 3 معالق دقيق، الكوبايه دي معلقه الخميره ومعلقه السكر ونص كوبايه الميه، ونحط عليها 3 معالق دقيق ونحطها في بوله او علبه ونسيبها في التلاجه لتاني يوم. دي بتبقى خميره بولش كده، بتتعمل عشان نخمر بيها العجين الطريقه الاصليه. فبنيجي تاني يوم بناخد العجينه، بتبقى عامله زي لقمه القاضي كده، وندوبها في الميه بتاعت مقدار الميه ده، بندوب فيه العجينه دي، وبعدين بننزل بالدقيق، وبعدين بنقلب ونشتغل على طول. احنا هنبتدي نعجن دي كده واحده واحده، هنمشي معاها واحده واحده كده في الميه بتاعتنا لغايه لما توصل لقوام معين. اه، ميه من الحنفيه يعني بـ 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 بنفس ال درجة السخونة يعني، أو المية الفاترة اللي احنا عملنا بيها الخميرة. ونبتدي ناخد من تحت لفوق كده، ونلف العجينة ونضم على ايه؟ على جوه دايما. وما نخافش، يعني زي ما احنا اتفقنا اعجن وما تخافش. أنا كان نفسي الأطفال يبقوا معايا عشان كنت عايزهم بقى يقفوا يعجنوا والكلام ده كله، بس هنعمل لهم برضو، هيبقى ليهم وقت يعني. ماشي. يعني يفضل إن المية تكون دافية شوية. مش دافية يعني، أو مي بدرجة الحرارة العادية بالظبط. فاحنا دلوقتي هنعمل، نبتدي نلم بقى العجينة كده. أهم حاجة في العجينة يا جماعة العجن. هو زيت الزيتون يتحط إمتى يا شيخ؟ دلوقتي. برافو عليك. هو كده الكلام بقى، كده الكلام. مقدار فنجان يعني، أهو في إيدي كده مقدار فنجان كده، عشان يبقى فنجان مظبوط يعني. يبقى الكيلو عليه فنجان زيت زيتون. تمام. وعليه زيت زيتون بالظبط. اه مقدار فنجان، عشان احنا لسه ما خدناش بقيته. طب يعني ولو مش زيت زيتون ممكن زيت عادي صح؟ اللي ما يقدرش زيت عادي، لكن هو اصلها كده. اوكي. عجينه البيتزا دقيق وخميره وملح وسكر وزيت زيتون. خدنا الميه بتاعتنا اهي كلها، والدقيق نص الميه نص الدقيق. تمام. ماشي. اوكي. ونبتدي نعجن العجين بتاعنا. اهم حاجه يا جماعه في الموضوع ان تلم العجين في ايدك لغايه لما العجين يبقى ملوش، ما يطلعش معاك في ايدك، ما يطلعش في الجوانت. واللي بيساعدك على كده ضبط مقدار الميه وزيت الزيتون، ولو احتاجنا دقيق تاني بنشعر لها دقيق تاني لغايه لما نوصل معاها للقوام اللي احنا عايزينه. بس احنا هنلمها في الطبق وبعدين هنطلعها على الرخامه نشوف نعمل عليها ايه. شوف هي الطماطم سمع صوتها. اه، ما هي بتطش بتتشوي. نطلعها وهي محروق. بتتشوي. لا ما تقلقيش، شويه كده صغيرين بس كده نلم بيهم الموضوع. هو المفروض ان الطماطم تبقى كده عشان تطلع زي اللي هي قوامها، عشان تبقى زي دي كده بالظبط. لو انت تجيبها لي كده لازم تبقى زي البوريك كده يعني، ما فيش فيها ميه يعني. أوه. ده لحم طماطم مفروم ما فيش فيه ميه. دي اهم حاجه. ما بنفصلش بقى القشر عن الطماطم عن اي بتطلع. لا احنا بنفصل القشر لما بتطلع بجد؟ يعني اه. وحتى لو سلقناها قلنا بنعمل فيها كروس من ورا كده بالسكينه ونشيل القشر ونسقطها في ميه مغليه، هي القشر بيفشر لوحده فبنشيله. اهم حاجه بقى في الموضوع يا جماعه كله، مش اللي انا بعمله ده، اللي انا هعمله لسه. ابص على الطماطم عشان انت بقى ايه. طيب هي كده العجينه قدامها قد ايه؟ الله الله، حاجه جامده جدا. جميل بقى. احنا دلوقتي عملنا الصوص الطماطم بتاع البيتزا وعملنا العجين بتاع البيتزا. انا بس عايز اقول حاجه يا جماعه، الشغل اللي احنا بنعمله على الهوا ده شغل حقيقي وشغل ايطالي. تسليم شيفات ايطالينا، واحنا يعني ما بنجتهدش في الحاجه اللي ما بتحتاجش اجتهاد. انت
شوف بتعمل لان هم اللي بدعوا البيتزا وهم اللي اخترعوها وهم اللي عملوها واحنا بنمشي على كلامهم. العجينه اهي خلاص ثابت من الطبق وثابت من ايدي وخلاص هنبتدي جميل. بقى ايه خلاص احنا شفنا القوام بتاعها المفروض تبقى عامله ازاي. اه بس لسه برضو لسه احنا هنبتدي ناخد كده شويه دقيق وهنبتدي نعجن بقى وما عدناش هنحط دقيق تاني. هنا الكلام بقى لازم تبقى العجينه ناعمه جدا وبتبقى عامله معايا زي اللي بانا بالظبط. العجينه دي يا جماعه بنشتغل منها كل حاجه يعني بنشتغل منها حاجات يعني وانا واقف ممكن اعمل منها باتيهات ممكن افرد منها واغطي بيها لو انا عامل طاجن ريش طاجن لحمه زي ما انتوا بتشوفوا في المطاعم كده واغطيها وادهنها زيت زيتون وادخلها الفرن تطلع مهرجان كده وحاجات ممكن اعمل منها حاجات سوفليه كده وانا واقف احشيها جبنه واعملها في الطاسه زي ما انت بتقولي واقفلها تبقى زي السندوتشات يعني وهنعمل منها دلوقتي واحده في الطاسه بالبلح بالبلح يس فاحنا دلوقتي حلويات بقى يعني ولا ايه مش عارف لسه هنشوف حاجات كتير. اهم حاجه يا جماعه لما نعجن نعمل العجينه بتطلع معانا بصوا يعني تحس ان انا كده بدوس على البانه حاجه جامده جدا. هو كيلو دقيق ممكن يعمل كام واحده بيتزا على حسب الصينيه يعني انا معايا صواني مختلفه الكيلو ممكن من الحجم ده يا جماعه يعمل 7 أو 8 من الحجم ده لو 7 أو 8 افراد تمشي مع الدنيا. اوكي يعمل من ده 6 اللي هي الاكبر شويه يس يعمل من الاكبر شويتين 5 من الكبيره دي يعمل 4 او حاجه يعني برضو يعني هي الاسره لغايه 8 افراد ممكن ياكلوا من كيلو الدقيق بالحشوات اللي هي موجوده في البيت يعني ممكن يبقى عند حضرتك ربع فرخه ممكن يبقى عند حضرتك حته لحمه فاضله ممكن يبقى عند حضرتك ايا كان اللي موجود عند حضرتك في البيت هناخده نقطعه صغير وندوره في حته زبده وملح وفلفل وخلاص نعيد من الاول ونحشي بيه البيتزا. شويه فلفل الوان شويه فلفل اخضر شويه بصل مشوي شويه مشروم مشوي حاجات كتير جدا. تمام معلش عفوا عشان العجين بس بياخد مجهود شويه. ايوه والطماطم برضو بتاخد مجهود. لا الطماطم تقريبا خلصت خلاص. لازم الفرن تبقى اعلى حاجه يا جماعه البيتزا دي بتخش الفرن في المطعم على حراره 400 يا خبر. فاحنا الفرن اللي في البيت بنحطها على اعلى حاجه بنلم العجينه من جوه لبره وبعدين نبتدي ناخدها كده خليك معايا بقى في الحته دي نبتدي ناخدها كده لجوه 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 كده بكلوه الايد كده اهي 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 حلو كده جميل كده خلاص اهي العجينه بتاعتي هنسيبها ساعه زمن تتخمر ماشي. وممكن نشتغل منها فورا يعني انا ممكن اعمل الاولانيه منها هروح ماسك كده اهو واطلع الكره كده واخدها لجوه معايا كده اهو بالخمس صوابع بتاعتي اقدر بس مسافه الصينيه تمام كده في حته طلعت زياده اهي ممكن في الاقرب اهي هقوم مدخلها من هنا كده واقوم واخد العجينه تاني لففها تاني كده اهو اهو تمام حلو كده جميل. ناخدها بقى معانا انا بحب اقرص او اقسط او زي ما بيقولوا يعني اقسط او اقطع او اقرص واسيبها تخمر متقرصه فانا هسيب دي كده زي ما هي لان احنا انا مخمر نسخه زي ما انا قلت لكم دي مش هتاخد معانا بالظبط ماشي احنا بنغطيها بستريتش او حاجه ده بعد اذنك يعني بس ف طيب نطلع بقى الطماطم عشان خايفه عليها بجد برضو ايوه الان انت طيب هناخد برضو الطماطم عشان خاطرك بس احنا بس ايه ناخد الاستريتش ده وطبعا المفروض في مكان دافي صح ولا مكان عادي مكان زي عادي اي يعني حته لو احنا في المطبخ في الصيف زي الشتاء مثلا التخمير لا طبعا اي مكان يا جماعه تحسوا ان هو يبقى فاتر شويه يعني دافي شويه لو عندك فرن بوتاجاز عندك كده ماشي هنغطيها كده بالاسترتش بتاعنا الحلو ده
معاكسني بس شوية. ماشي خليها حط عليها كده ونطلع الطماطم بقى. لا هنعملها برضو. مش هسيبها إلا ما أعملها. خلاص كده؟ اتفقنا كده وننزلها نخليها جنبنا هنا. ماشي. ساعة زمن والدنيا تخلص كلها. دي كده العجينة البيتزا، والشيف قال إن هي بتتقطع على حسب حجم الصينية، ممكن تعمل في يعني في الحجم اللي موجود عندك عادي. بالظبط كده.